يعني هنتكلم في عجاله طبعا ان شاء الله كده عن الارقام اللي اتحققت وايه الارقام اللي ما اتكسرتش وايه الارقام اللي البطوله قدرت تحققها وما حصلتش قبل كده. وطبعا حضرتك طبعا الاقدر عليها، يعني حضرتك خبير رياضي وطبعا عندك التاريخ ما شاء الله يعني. الله المستعان. الله المستعان. طيب اول حاجه معانا في الاحصائيات عندنا ان كل المنتخبات نجحت ان هي تسجل في دور المجموعات. عندنا تم تسجيل 122 هدف بمعدل 2.5 هدف في كل مباراه. شايف ازاي معدل التهديف؟ معدل التهديف طبعا معدل جيد جدا بالنسبه للبطولات السابقه، وكمان عايز اقول لك كمان ان يمكن اعلى معدل تهديف حصل قبل كده في تاريخ كاس العالم كان في كاس العالم 1954 المقامه في سويسرا. يمكن كمان عايز اقول لك ان السنه دي بمشاركه بنما وايسلندا لاول مره نجم ان هم يتحطوا في فخ المنتخبات التي لم تسجل في تاريخ كاس العالم. يمكن عندنا اربع منتخبات قبل كده ما قدروش يسجلوا في تاريخ كاس العالم لما شاركهم، اللي هم كندا في سنه 1986، ترينداد وتوباجو، الصين، ويعني دول بصوره عامه، وزائير طبعا في كاس العالم 74 لم يقدروا على تسجيل اي هدف في البطوله. عظيم. 122 هدف سجل في الدور الاول، يعني لو بنقارنه مثلا بمعدل التهديف في كوريا واليابان 2002، وده اعتقد ده كان الاكبر وحضرتك صحح لي. شايف معدل التهديف ازاي؟ معدل التهديف زاد كمان لان خاصيه الفار المستخدمه ديت زودت معدل التهديف، زودت ضربات الجزاء، وكده معدل التهديف اللي احنا ماشيين بيه يعني كمان حتى الهداف، وده هنتكلم عنه دلوقتي، هاري كين بخمس اهداف في الدور الاولاني، معدل جيد جدا جدا ما كانش بيحصل قبل كده بقاله فتره كبيره، من مشاركات تانية زي جوست فونتين في مع كاس العالم 1958 مع المنتخب الفرنسي.